أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: تقام الصلاة ثم يكبر الإمام تكبيرة الإحرام ويكبر الناس بعده، ولكننا لا نسمع لبعضهم أي صوت عند التكبير، وخاصة تكبيرة الإحرام. السؤال: هل تصح تكبيرة الإحرام سرا بدون أي صوت يسمع بها الرجل نفسه؟ لا بد من التلفظ للتكبير، لأن يسمع المرء نفسه. الإمام يجهر بالتكبير من أجل أن يسمعه المأمومون ويقتدون به، وأما المأموم والمنفرد فإنه يكبر يرفع صوته بقدر ما يسمع نفسه، فإن كان لا يسمع نفسه لم يصح التكبير. نعم.